وتطلع الأطراف راضية جدا، وأكو مواضيع شائكة، أكو مواضيع شائكة تتدخل بالناموس وتتدخل بالشرف وتتدخل هذه. يعني أنا راح راح طريفة من الطرائف، يعني أحد الـ 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 أحد الـ الشباب العلاقة بإحدى البنات، فهي تداوم في مدرسة، فهذا الشاب راح اتفقوا وياها العصر، جابها بسيارته وجلح له، نهبها، خلينا نقول زواج عرف، نهبها. فاجا عم من الناس اللي يحشي لك عليهم، عم من الناس اللي الله يخصهم بهذه الصفه، يعني صفه الاقناع وصفه التدين وصفه حل مشاكل الاخرين. هذا الولد اجى قال له عمه شنو يابا؟ قال له والله اني جبتها. شنو قال له جبتها؟ بتعمك بتخالك جبتها؟ بتعالم هذه؟ تتقبل على عرضك؟ ايش يصير؟ شلون تجيبها؟ قال له بعد هذا جبتها وانا اتحمل. قال له لا ابويا ترجع. قال له شلون ترجع؟ انا جبتها. قال انا ارجعها. انا ارجعها. وقال له شلون ترجع عمي؟ يعني قتلوها؟ قال له ابويا انا ارجعها، انت شلون غرض؟ جابها الولد، هي البت هم تحست بالخطا مالها وحست بالها، فجابها الرجال عندهم يمهم مضمد. قال له يابا تعال صبب لي اياها. فطقها صبابه من فوق لجوه المضمد. وعنده اشعه قديمه المضمد، جاب الاشعه واجى رموها بالسياره وجابها لاهلها. اهلها لقوهم ناس مشفايين، لان بنته رايحه منهم، لو ولد ما يخالف. صحيح. فوقفوا نزل اشترى لها عكازات. وقفت السياره لقى الناس مشفايه. ها يابا يابا قال لهم بويا احنا سحقناها. يابا قالوا لهم بويا سحقناها، لو موتين احنا بويا ميتين، احنا عبالنا مدرن. قال لهم يابا هاي البت. المهم ظل يوميه يجي الحجي يجيب لها علاقتين مال برتقال ويقعد يم راسها، احنا الكسرها يحش عليها. وقفوا وقفوا على كيفك ونزلوا ونزل على كيفك. ظلت لك يومين ثلاثه، ارجع اليوم الحج. قال لهم عمو هي مكسوره ما طول كسرناها، احنا جاي نخطبها. الله. يابا خل الطيب. قال لهم لا ابوي عايبه مكسوره احنا نخطبها. خطبها وين بصبابتها وتزوجوها على سنه. هذا ما يصير عند واحد اذا مو الله، واذا مو الله خصه. يعني نيابة عن كادر قناة الفرات الفضائية وكل العاملين في برنامج بيت القصيد، ونقول لك شكرا لك يا محمد على حسن استقبالك لنا وسعة